اهلا بكم في النشره السادسه مساء من قناه النادي الاهلي والى العناوين. محمود طاهر يفتتح صاله الجمباز بالاهلي الاثنين القادم. البدري التغييرات وارده وسعيد باداء نجيب بركات وازهر. وعشرين شمس يشيد بالسلوك الحضري لجماهير الاهلي. مجددا والى التفاصيل، قرر جهاز الفنيين للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي غلق الباب امام رحيل اي من لاعبي الفريق الحاليين مشددا على تمسكه ببقاء الجميع وعدم رحيل اي لاعب خلال الفتره الحاليه. وطلب الجهاز الفني اللاعبين بعدم الحديث عن الاحتراف في الوقت الحالي، واعلن الجهاز عدم مناقشه اي عروض اللاعبين الا في انتقالات الشتاء خلال شهر يناير المقبل في ظل اهميه المرحله الحاليه والتي يمر بها الفريق سواء على الصعيد المحلي او العربي او الافريقي. قال حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه من الوارد أن يستعين ببعض اللاعبين والذين حصلوا على راحة سلبية في الأيام الماضية خلال المباريات المقبلة بالبطولة العربية. وأكد المدير الفني للأهلي أن المرحلة المقبلة تحتاج المزيد من التركيز، خصوصا أن الفريق أمامه مباراتين فقط على التتويج بلقب البطولة العربية. وأشاد البدري بلاعبي الفريق خاصة الثلاثي أزارو وبركات ونجيب، وقال أزارو لاعب جيد ويحتاج فقط الانسجام مع الفريق، وسعادتي كبيرة بالأداء الرجولي لمحمد نجيب بعد أن أكمل مباراة نصر حسين داي وهو يعاني من الإصابة. وأبدى البدري قناعته بعمر بركات مؤكدا أنه رفض رحيله إلى سموحة. أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن لاعبي الفريق كانت لديهم رغبة قوية في بلوغ الدور نصف النهائي من البطولة العربية للأندية. وأشاد عبد الحفيظ بالأداء الفني والبدني لعماد متعب أمس أمام نصر حسين داي، وظهر ذلك في أكثر من كرة اشترك فيها اللاعب، خاصة عندما صنع الهدف الثاني بلمحة فنية عالية عندما مرر الكرة بكعبه إلى عمرو بركات. وأعرب عبد الحفيظ عن سعادته الكبيرة في ثقة الجمهور المتواجد في الملعب أن الأهلي سيفوز بالمباراة رغم تأخره بهدف. أكد عمرو بركات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن سعادته بتأهل الفريق للدور نصف النهائي بالبطولة العربية أكبر من سعادته بتسجيل هدف الفوز على فريق نصر حسين داي الجزائري في الدقائق الأخيرة من المباراة والتي جمعت الفريقين أمس في الجولة الثالثة للبطولة العربية والمقامة حاليا في مصر. وقال بركات: سعيد جدا بتتويج جهود جميع اللاعبين لتحقيق الفوز والتأهل للدور نصف النهائي من البطولة، وكنت على ثقة أن الفريق سيحقق الفوز على نصر حسين داي رغم التأخر بهدف.
أعرب حسين السيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز الثمين والذي حققه الفريق على نصر حسين داي الجزائري بهدفين مقابل هدف في ختام مباريات الفريق بدور المجموعات بالبطولة العربية، لافتا إلى أن الفريق كان مصمما على الفوز من بداية اللقاء. وقال اللاعب إنه كان واثقا من الفوز في اللحظات الأخيرة، خصوصا أن الأهلي معروف عنه دائما التسجيل في الأوقات الصعبة والدقائق الأخيرة، مضيفا أن هدف التقدم للفريق الجزائري كان دافعا قويا للأهلي للعودة سريعا. وشدد السيد في نهاية تصريحاته على أن التتويج باللقب هو هدف الفريق من أجل إسعاد الجماهير. قدم شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي الشكر لجماهير النادي على سلوكها الحضاري خلال مباراة الفريق أمام نصر حسين داي الجزائري أمس، مؤكدا أن جماهير الأهلي دائما تظهر بشكل مشرف خلال مباريات الفريق. وأضاف شمس أن الجماهير كان لها دور كبير في بث الحماس والروح لدى اللاعبين خاصة في الأوقات الحرجة، وهو ما يؤكد أهمية دور الجماهير. وأشاد المدير التنفيذي أيضا للأهلي بالسلوك الحضاري والمحترم للجماهير خلال الفترة الماضية، وهو ما يعكس الرغبة القوية في عودتها للمدرجات من أجل دعم ومؤازرة الفريق. يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إقامة معسكر للفريق بمدينة الإسكندرية استعدادا لمباراة الدور نصف النهائي للبطولة العربية. وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أنه سيعقد جلسة مع حسام البدري على هامش ميران اليوم لمناقشة إقامة معسكر بالإسكندرية استعدادا للدور نصف النهائي من البطولة العربية. يذكر أن الأهلي سيخوض مباراة الدور نصف النهائي من البطولة أحد يومي الأربعاء أو الخميس المقبلين بالإسكندرية. قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة حسام البدري يفاضل حاليا بين 4 دول لاستضافة المعسكر الإعدادي للفريق في الموسم الجديد. وأضاف عبد الحفيظ أن الجهاز الفني يفاضل بين ألمانيا وهولندا والنمسا وإسبانيا لاستضافة المعسكر الإعدادي للأهلي للموسم الجديد. وأكد مدير الكرة أن المعسكر سيستمر لمدة 10 أيام على أن يبدأ أحد يومي 24 أو 25 من أغسطس المقبل، وذلك استعدادا للموسم الجديد ولدور الثمانية لدور أبطال أفريقيا، حيث يواجه الأهلي الترجي التونسي وستقام مباراة الذهاب أحد أيام 15 أو 16 أو 17 من سبتمبر القادم. وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ميرانه الجماعية اليوم السبت في 6 مساء على استاد مختار توتشي بالجزيرة استعدادا لنصف نهائي البطولة العربية. ويقود الميران حسام البدري المدير الفني بعد عودته وقيادته للفريق أمام نصر حسين داي الجزائري، ويشارك في الميران مجموعة لاعبين الغائبين عن مباريات البطولة العربية، فيما يحصل اللاعبون والذين خاضوا مباراة نصر حسين داي والتي أقيمت مساء أمس على راحة سلبية من الميران الغد. لا
للمزيد من التفاصيل ينضم الينا الان عبر الهاتف رمضان علي حسن الصحفي باليوم السابع. استاذ رمضان اهلا بيك. اهلا بك يا فاروز وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. استاذ رمضان في البدايه صف لنا ميران اليوم عامل ازاي، وهل اجتمع كابتن حسام البدري باللعيبه قبل الميران؟ طبيعي الكابتن حسام البدري النهارده طبعا رجع يعقود مران الفريق الاول بعد عودته من كندا واللي كان فيها زياره اسريه. كان جه الكابتن حسام على فندق الاقامه وقبل مباراه نصر حسين ضاي، وقاد الفريق بالامس في المباراه اللي صعد فيها النادي الاهلي لدور نصف النهائي. الكابتن حسام النهارده عمل جلسه مع اللعيبه اكد على اهميه المرحله المقبله واهميه ان الاهلي يفوز بالبطوله العربيه، خاصه بعد ما قطع مشوار كبير جدا فيها، وان هو تخطى الدور الاول ووصل لدور نصف النهائي. شهد المران النهارده عوده الحارس شريف اكرامي بعد غياب حوالي 12 يوم. كان الجهاز الفني اداله راحه طويله بعد مباراه القمه 114 قدام الزمالك بسبب ضغط المباريات، وان هو كان حارس اساسي للنادي الاهلي في الفتره طوال الفتره الاخيره. طبعا كمان ظهر هشام محمد لاعب وسط الاهلي الجديد واللي وقع للنادي خمس مواسم قادما من نادي مصر المقاصه. طبعا كابتن حسام عمل جلسه مع اللعيبه اكد لهم اهميه الفتره الجايه وان يكونوا على قدر المسؤوليه كالعاده، وان هو بيفكر الفتره الماتشات الجايه ان شاء الله ان هو يمنح الفرصه لبعض اللعيبه الاساسيين اللي هم كانوا راجعين من راحه زي احمد فتحي وحسام عاشور وعلي معلول وربما شريف اكرامي، بحيث ان هم يبقوا موجودين في الماتشات المصريه اللي القرعه ان شاء الله هتتعمل يوم الاثنين واحضر كابتن سيد حفيظ، وهنشوف اذا كان الاهلي يعني الطرف اللي هيلاعبوا الاهلي في نصف نهائي البطوله العربيه. طيب استاذ رمضان، هل شارك عمرو السوليه في التدريبات النهارده؟ لا لسه عمرو السوليه يعني في تدريبات تاهيليه دلوقتي، و ما ظهرش اذا كان عمرو السوليه اذا موجود في المران الجماعي في تقسيم الكره ولا لا، لكن ده هيتحدد بشكل كبير خلال الدقائق اللي جايه، والجهاز الفني بناء عليها هيقدر يحدد مصير عمرو السوليه من الماتش الجاي. لكن بشكل عام اعتقد ان عمرو السوليه هيكون جاهز، وربما كل شكواه كانت من اجهاد خفيف وده طبيعي بسبب ضغط المباريات، وان هو الجهاز الفني اعتمد عليه طوال الفتره الاخيره في نص الملعب بجوار حسام عاشور. استاذ رمضان علي حسن الناقد الرياضي باليوم السابع، شكرا جزيلا ليك، كنت معايا عبر الهاتف. وبالعودة للأخبار من جديد، انتظم هشام محمد والذي انضم لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في ميران الفريق مساء اليوم السبت على ملعب مختار تتش بالجزيرة استعدادا لبداية مشواره مع الأهلي. ووضع الجهاز الفني بقيادة حسام البدري برنامجا تأهيليا خاصا باللاعب يقوم بتنفيذه في الأيام المقبلة حتى يكون جاهزا للمشاركة مع الأهلي في المباريات المقبلة. يخضع عمرو السوليه لاعب وسط الفريق الاول لكره القدم بنادي الاهلي لاختبار طبي على هامش ميران الفريق اليوم السبت بعد شكواه من الام في الركبه. ياتي الاختبار الطبي للسوليه من اجل تحديد مصيره من المشاركه في مباراه نصف نهائي البطوله العربيه للانديه. وكان السوليه قد خرج من قائمه الفريق خلال مواجهه فريق نصر حسين داي الجزائري يوم امس الجمعه بعد شكواه قبل المباراه من آلام في الركبة، فضل الجهاز بسببها إبعاده عن المشاركة في اللقاء. هنأ نبيل نغيز المدير الفني لفريق نصر حسين داي الجزائري النادي الأهلي على الفوز والتأهل لنصف نهائي البطولة العربية للأندية والتي تستضيفها مصر حاليا، مؤكدا أن المباراة كانت قتالية.
وأضاف المدير الفني للفريق الجزائري أنه يعتذر عما بدر من اللاعبين بعد انتهاء المباراة، مؤكدا أنه حماس شباب صغير، وتابع أن المباراة كانت متوازية بين الفريقين ونهائي قبل الأوان. وقال نغيز إن لاعبي الأهلي لديهم حماس كبير وأن الجماهير كان لها دور كبير في زيادة حماس لاعبي. وأرجع كثرة سقوط لاعبي النصر حسين داي إلى الإرهاق، مؤكدا أن المكسب والذي حصل عليه من المشاركة في البطولة هو إعداد فريق صغير ولم شمل الفريق والفرق العربية. يستعد فريق الفيصلي الأردني للمغادرة إلى الإسكندرية خلال الساعات القادمة من أجل إقامة معسكر مغلق استعدادا لمباراة دور الأربعة بالبطولة العربية للأندية والتي تستضيفها مصر حتى يوم 6 أغسطس المقبل. وتأهل الفيصلي متصدرا ترتيب المجموعة الأولى بالبطولة العربية برصيد 9 نقاط بعدما حقق الفوز في مبارياته الثلاث على الأهلي ونصر حسين داي الجزائري والوحدة الإماراتية. توقع هاتف الشمراني المدير الفني لفريق نفط الوسط العراقي أن يكون نهائي البطولة العربية بين الأهلي والفيصلي الأردني كونهما الأفضل فنيا وبدنيا. وأضاف الشمراني أن البطولة تجمع أبطال أفريقيا وآسيا على المستوى القاري وأن فريقه يتطلع للحصول على المركز الثاني بالمجموعة الثالثة على الرغم من كونه شرفيا بعد أن حجز الأهلي مقعدا للوصول لنصف النهائي. وعن نظام البطولة أوضح أنه من الأفضل أن تقام بنظام المجموعتين على أن يصعد أول وثاني المجموعة للدور نصف النهائي لأن النظام الحالي فيه إجحاف للفرق. من البطولة العربية إلى اتحاد الكرة، حيث أكد حمادة سيدي المدير الفني لمنتخب المحليين أنه طلب من اتحاد الكرة تقديم موعد نهائي بطولة كأس مصر لمدة 24 ساعة ليقام يوم 14 أغسطس بدلا من 15 من نفس الشهر. وقال سيدي أنه يحاول تعديل موعد اللقاء بعد الرجوع إلى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، لافتا إلى أنه يرغب في تقديم المباراة حتى يتمكن من ضم بعض لاعبي الأهلي والزمالك. وقرر حمادة صدقي إجراء تعديلات بالجملة على قائمة منتخب المحليين لمباراتي المغرب يومي 13 و18 من أغسطس المقبل في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2018. جاء ذلك عقب تمسك ناديي المصري وسموحة بعدم إرسال لاعبيهما للمعسكر إلا بعد مباراتي الفريقين في كأس مصر يوم 9 أغسطس المقبل، بجانب تأخر انضمام لاعبي الإسماعيلي نظرا لمشاركتهم في دورة تبوك الودية. أنا الالتزام دايما بتعلم، دايما بتحرك، ببص لقدام، بجري مش بس عشان حياتي، بحب الكورة، بطير بحلمي، وعندي هدف.
متابعة الألعاب الأخرى، حيث يفتح المهندس محمود الطاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يوم الاثنين المقبل صالة الجمباز الجديدة والتي تم إنشاؤها بمقر النادي بالجزيرة. وقد تم الانتهاء من الصالة من قبل الإدارة الهندسية بالأهلي الأسبوع الماضي، وقاموا بتأجيل افتتاحها حتى عودة رئيس النادي من سفره. المزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف المهندس إسماعيل مصطفى مدير الإدارة الهندسية بالنادي الأهلي. باشمهندس أهلا بيك. أهلا بيك باشمهندس. في البداية خبر افتتاح صالة الجمباز الجديدة قريبا، عايزين نعرف إيه هي مساحة الكلية للصالة دي، وهل هتكون للتدريب فقط أم للمنافسة أيضا؟ تمام حضرتك، مشكورا طبعا. انا برحب بقناه الاهلي ومستمعي قناه الاهلي ومشاهدي قناه الاهلي، واضافه لكل ما تم من انجازات من خلال مجلس الاداره المحترم بقياده المهندس محمود طاهر، احنا بنضيف صرح جديد جوه نادي الاهلي فرع الجزيره اللي هي صاله الجمباز الجديد بعد التحديث والتطوير. حضرتك سامعني؟ نعم اكيد. تمام. صاله الجمباز يا فندم القديمه كانت طبعا حالتها متهالكه، وكان في شكوى مريره من الاعضاء اولياء الامور من اللاعبين من الجهاز الفني الخاص بالصاله. على طول ابتدت الاداره الهندسيه في دراسه ناقص كل ملابساته، وتم عرضه على مكتب استشاري الخاص قبل النادي الاهلي، وتم دراسه الموقف وتم البحث مع المكتب الاستشاري لغايه ما وصلنا الديزاين اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي. نعم. هو يعتبر صرح جديد داخل النادي الاهلي فرع. نعم. طب ايه هي المساحه الكليه للصاله دي يا باشمهندس؟ انا جاي لها. صاله الجمباز مسطحه حوالي 1000 متر مسطح. الو؟ ايوه معاك. ايوه يا باشمهندس. نعم. صاله الجمباز مسطحه 1000 متر مسطح. تم اعاده صياغه السقف كله بالكامل وتطويره بساج ايكون بماده عازله للرطوبه والحراره. نعم. تم عمل اعاده الاضاءه بالكامل حسب التوجيهات القانونيه الخاصه بالاتحاد الجمباز الدولي. تم اعاده الارضيات بالكامل، الارضيات حاجه اسمها مملكه، دي برضو من المواصفات الخاصه بالاتحاد الدولي للجمباز. نعم. وتم إعادة تطوير الصالة من الداخل من حيث أعمال الدهانات، أعمال اعتيادية، أعمال شكوريت، أعمال أبواب، أعمال التكييف. وأنا هتوقف لحظة عند أعمال التكييف، لأن أعمال التكييف ما كانش في الصالة في التكييف أصلاً، وتم عمل تعديل للديزاين بتاع أعمال التكييف، وتم الاتفاق فيه مع الاستشاري وجرى عمل اللازم وتم الانتهاء منه والحمد لله. وبالتالي الصالة أصبحت مكيفة بالكامل. بجانب الصالة كان في شكوى مريرة من أولياء الأمور إن ما كانش في منطقة جلوس لأولياء الأمور لمشاهدة أولادهم في اللعبة أثناء التمارين. وبالتالي خلقنا ما تقريبا ما يقرب 130 عضو على مدرجات أمام الصالة، واجهة زجاجية من السكوريت ومكيفة بالكامل، وتسع زي ما بقول حضرتك 130 عضو تقريبا جلوس، على اساس يستطيع اولياء الامور مشاهده ابنائهم اثناء نعم التدريب. طيب باشمهندس اسماعيل، يعني في ظل الطفره الانشائيه العظيمه اللي بنشهدها الان، ايه هي اجنده الاداره الهندسيه خلال الفتره اللي جايه في فروع الاهلي؟ ان شاء الله احنا قدامنا ثلاث حاجات لازم يخلصوا، ثلاث طفره مختلفه. نمسك فرع النادي الاهلي الشرباي ان شاء الله، استكمال حدائق العائلات الجزء الثاني بكل ملحقاتها من جلوس الاعضاء، من منافذ، من دورات ميه، من باركنج رقم اي اللي هو هيساع حوالي 250 سياره، وان شاء الله الكلام ده يتم الانتهاء منه بعون الله في الاسبوع الاول او الثاني ماكسيمم في شهر 8 باذن الله. فرع النادي شلبي. نعم. اما بالنسبه لفرع النادي الجزيره، في عندنا ان شاء الله تم بدء الاعمال بعد شهر رمضان المبارك واجازه الاعياد العيد الصغير،
ابتدينا في المنطقه اللي هي موازيه لجنينه حديقه الاطفال، بنعمل صالون للاعضاء على اعلى مستوى بدك القعده اعلى الصالون، وكمان بنتري بخدمه منافذ او خدمه للاعضاء، وامامه منطقه جلوس للاعضاء في هذه المنطقه، وخلفه منطقه خاصه بمكاتب ان شاء الله تبقى اداريه خاصه بالنادي يعني. نعم. دي في النادي الاهلي فرع كتيره ان شاء الله. اما بالنسبه للنادي الاهلي فرع مدينه نصر، عندنا في حاجه على وشك الانتهاء منها ان شاء الله في منتصف هذا الاسبوع، هو تراك الممشى بمدينه نصر. وكذلك في الواجهه الخاصه بمجمع حمام السباحه في مدينه نصر، جاري العمل بها ويتم الانتهاء منها بعون الله بنهايه شهر 8. باشمهندس اسماعيل، اكيد كل التوفيق ليك وللاداره الهندسيه للنادي الاهلي في تطوير فروع النادي كمان وكمان. باشمهندس اسماعيل مصطفى مدير الاداره الهندسيه للنادي الاهلي، شكرا جزيلا ليك، كنت معايا عبر بالعودة للأخبار من جديد. انتهى مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي من المشاركة في وضع اللائحة الخاصة باتحاد الكاراتيه مع اللجنة والتي تم تشكيلها من جانب الاتحاد. وقال مهند مجدي إن اللجنة انتهت من عملها بوضع لائحة اتحاد الكاراتيه، مشيرا إلى أن اللجنة بذلت جهودا كبيرة من أجل إعداد لائحة تليق بالاتحاد وتساعد على تطوير اللعبة وانتشارها في مصر، خصوصا أن اللعبة تم إدراجها ضمن الألعاب الأولمبية المقبلة طوكيو 2020. يواصل مؤمن أبو العنين لاعب الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي التأهيل من أجل العودة بقوة استعدادا للموسم الجديد. وقال أبو العنين إنه يسعى للعودة من جديد من أجل حصد كافة الألقاب هذا الموسم لإسعاد جماهير القلعة الحمراء. يذكر أن اللاعب تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الزمالك بالدورة المجمعة لتحديد بطل دوري السوبر للمحترفين نهاية الموسم الماضي. توج المنتخب الوطني لناشئة الاسكواش بلقب بطولة العالم والمقامة بنيوزيلندا للمرة السادسة بعد فوزهن على المنتخب الماليزي في المباراة النهائية بنتيجة 2-0. كان منتخب الاسكواش قد صعد لنهائي البطولة بعد الفوز على منتخب هونغ كونغ في دور قبل النهائي البطولة، بينما تأهل منتخب ماليزيا إلى المباراة النهائية بعد الفوز والذي حققه في نصف النهائي على منتخب انجلترا. فاصل قصير ونعود إلى جولة في الملاعب العالمية. جولة في الملاعب العالمية، والبداية من أوغندا، حيث قدم الصربي ميلاتوين سيردوفيتش المدير الفني لمنتخب أوغندا استقالته من منصبه قبل مواجهة مصر يومي 31 أغسطس و5 سبتمبر المقبلين ضمن منافسات المجموعة الخامسة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018.
من أوغندا إلى إسبانيا، حيث عاد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى تدريبات برشلونة الإسباني مجددا، وذلك بعد مشادة مع زميله البرتغالي نيلسون سيميدو في تدريبات الفريق الكتالوني استعدادا للموسم الجديد. ويعيش نيمار في أزمة مع ناديه، وذلك في أعقاب مطالبته بالرحيل عن النادي إلى باريس سان جيرمان، والذي قدم عرضا ب 222 مليون يورو لضمه. ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة حسم مستقبل نيمار مع برشلونة، سواء بالبقاء أو الرحيل إلى باريس سان جيرمان. ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن رافينا ألكانتارا لاعب برشلونة سيكون المفتاح لوصول النجم البرازيلي كوتينيو إلى النادي الكتالوني. وقالت الصحيفة أن رافينيا مطلوب في ليفربول من جانب المدرب الألماني يورجن كلوب، ولذلك فسيتم الاستعانة به في إقناع النادي الإنجليزي بالتخلي عن خدمات كوتينيو. ويسعى برشلونة لضم كوتينيو لتعويض الرحيل المحتمل للنجم البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان. يحاول مانشستر سيتي الإنجليزي إقناع النجم التشيلي أليكسيس سانشيز بالانتقال إلى صفوفه قادما من أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وقالت صحيفة ديلي ميل أن السيتي سيدفع مبلغ 400 ألف جنيه استرليني في الأسبوع لسانشيز من أجل إقناعه بالانضمام إلى الفريق السماوي، وسيصبح سانشيز صاحب الراتب الأعلى في مانشستر سيتي في حالة موافقته على الانضمام إلى فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا. وإلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية، والبداية من أخبار اليوم. جلسة البدري مع متعب لإفساد المؤامرات. أما من الوفد فروح الأهلي تقتل آمال نصر حسين داي ويتأهل لنصف نهائي البطولة العربية. من الوطن سبورت طبيب الأهلي يحسم مشاركة السولية في نصف نهائي البطولة العربية. أما من المصر اليوم فعنوان البدري سعيد بالتأهل ورحيل عمرو بركات مرفوض. من الشروق عبد الحفيظ الانتصار على نصر حسين داي أكد روح الفانيلا الحمر. أما من الدستور فعمر بركات سعادتي بتمريرة متعب أكبر بكثير من سعادتي بالهدف. ومن فيتو الصحف الجزائرية الأهلي قلب الطاولة على نصر حسين داي. من يلا كورة عبد الحفيظ الأساسيون سيعودون للأهلي في نصف النهائي العربي. أما في الجول حسين السيد نلعب لآخر لحظة، هدفنا هو الفوز بالبطولة العربية. من دوت مصر الأهلي يعترض على حكام البطولة العربية. ومن يوروسبورت عربية أيوب نجيب رفض الاستبدال رغم إصابته.
فقبل ختام نشرتنا مع فقرة زي النهاردة، زي النهاردة 29 يوليو من عام 2006 الأهلي يهزم شبيبة القبائل الجزائري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا. سجل هدفا الأهلي أحمد صديق في الدقيقة 36 وأسامة حسني في الدقيقة 45. يذكر أن الأهلي توج بهذه النسخة من البطولة بعد فوزه على الصفاقسي التونسي بهدف قاتل لمحمد أبو تريكة في المباراة النهائية. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.